سبحان الله اغتاب الثلاثة وانسحب واحد وبقوا اثنين، بقى الحجازي وبقى الصديقي. سبحان الله ابو يعقوب الرفاعي الوالد سيد الوسادة شم السيح من الرفاعي وزير ناب شيخ الطريق الرفاعي صوفيا ما خلى كتاب الا تناوش على قولة العراقيين، احط عليه ختم الديوان الرفاعي المنصورية يقول كتاب شنو عنوانه، خل احط الصورة عليكم رايح بالختم، كتاب الحيدة. سبحان الله الحيدة، ما معنات الحيدة يا سيدي؟ الحيدة للإمام عبد العزيز بن يحيى بن مسلم الكناني المكي رحمه الله تعالى وعفى عنه بمنه وكرمه وجزاه الله خيرا، طبع على نفقة الشيخ محمد العتر الدمياطي، حقوق الطبع محفوظة للملتزم. تنبيه نستلفت القارئ لمطالعة هذه المناظرة المجلية لما اشتملت عليه من أقوى الحجج والبراهين على قمع شبه الملحقين المضلين، فجزى الله صاحبه أحسن الجزاء. طبع مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر، طبع على نفقة الوالد. هاي أنت كنت بدمياط مولانا مو؟ ما ادري الحين راح نبتدي، وهذا السيد وهذا موقعه، راح نقرا منه شويه عشان ما نطول عليكم. وانت انا ما فهمت شنو الهدف منه، بس بالبدايه يمكن راح اوصل لها. يقول هني قال بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى صحبه وسلم. قال عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز بن مسلم بن ميمون الكناني اتصل بي وانا بمكه ما قد اظهره بشر بن غياث المريسي ببغداد من القول بخلق القرآن وغيره ودعائه للناس إلى موافقته على قوله ومذهبه وتشبيهه على أمير المؤمنين المأمون وعامة أوليائه، وما قد وقع في الناس من المحنة والأخذ في الدخول في الكفر والضلالة وترهيب الناس تخوفهم من مناظرته وإحجامهم عن الرد عليه ما يكسر به قوله ويدحض به حجته ويبطل به مذهبه، واستثار المؤمنين في بيوتهم وانقطاعهم عن الصلاة في الجماعات والجماعات والجمعات، وهربهم من بلد إلى بلد خوفا على أنفسهم وأديانهم، وكثرت موافقة الجهال له والرعاء من الناس على كفره وضلالته والدخول على بدعته والانتحال بمذهبه رغبة في الدنيا ورهبة من العقوبة التي كان يعاقب بها من خالفه على مذهبه. قال عبد العزيز فأزعجني وأقلقني وسر ليلي ودام فكري وطالع غمي وهمي، فخرجت من بلدي متوجها إلى ربي عز وجل سلوى وسلامته وتبليغي حتى قدمت بغداد، فشاهدت من غلظ الأمر من غلظ الأمر وامتداده وضعاف ما كان يصل إلي، ففزعت إلى الله تعالى وادعوه وتضرع إليه راغبا وراهبا له، خدي باسطا يدي أسأله إرشادي وتسديدي وتوفيقي ومعونتي والأخذ بيدي. المهم مولانا هو يعني راد على خلق القرآن، هذا من هو مولانا اللي هو يقول عنه بشر بن غياث المريسي، يقول هو اللي هو أيد منه خلق القرآن، لأن المذهب ده كان تبناه المأمون العباس، إيه كاتبه صح، جاب المناظرات دي أحمد بن أبي دؤاد وبشر المريسي جماعة كان بيقولوا كده، وبعدين الإمام أحمد يعني حجهم المعتصم سجن وضرب حتى تورم لحمه وكافه وذراعه، فهو انتهى في عهد المتوكل اللي دخل واحد قال له عظم الله أجرك، قال له مين مات؟ قال له القرآن، قال له ويحك القرآن يموت؟ قال له كل مخلوق يموت. الله قال له روح اطلع المساجد من السجن يعني. لها منو؟ طلع منو؟ طلع قريب. ايه ما شاء الله. المهم انت لا تؤمن بخلق القرآن ها؟ لا طبعا. كلام الله والكلام صفة المتكلم لا ينفك عن لا ينفك عن المدين من القدم. والأفضل ما نقولش قديم نقول أزلي، لأن القدم صفة الحوادث. والله إنك لفي ضلالك القديم، أنتم وآباؤكم الأقدمون، وهذا إفك قديم. برضو لما قالوا
طبيب بالحديث. المهم نرجع الى عنوان الكتاب، اسمه اللهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كتاب الحيدة. الحيدة يعني يكون محايد، الحيدة يعني على الحياد. ها هو بالنهاية ما ندري عاد، هو يقول هني وبالنهاية ولم تتهيأ ما جرى بسبب الأوراق على الناس أن أثبت بهذا ما لم يكن متى كانت المكانية وهذا الكلام. المهم أنه هو هي انتهت بعدين. أيوة خلاص انتهت بعدين وطلع الإمام أحمد بن محمد من السيئة. الله انقطع دابر يعني خلق القرآن، وهذا بشر انقتل. لا لا هذا صوفي بشر من غياث المريسي، هذا قتل بعدها ولا ما قتل؟ يا رب. والمأمون ليش أيدهم؟ لأنه كان جايب الكلام ده من اليونان، منبهر بثقافة اليونان، المنطق والفلسفة تهافت الفلاسفة وتهافت التهافت. شكرا أسيادي حجازي والصديقي.